ابعت لي جواب 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 وطمني، ولو انه عتاب 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 لا تحرمني. ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب 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 وطمني. مرحبا، مثل ما سمعنا اليوم درسنا راح يكون على أغنية ابعت لي جواب لصباح فخري. درسنا اليوم جدا مهم لأنه فيه عدة مقامات وفيه عدة علامات تحويل، وكيف رح نحول من مقام لمقام، ورح نشرح هذا بالشكل المفصل والبطيء. وطبعاً احنا بنشكركم على تعليقاتكم الجميلة، وبنشكركم على أسئلتكم، وكمان أغانيكم المطلوبة أكيد رح نعملها، ولكن في دروس قادمة طبعاً. وأهلا وسهلا بالمشتركين الجدد، ويلا نعزف ابعت لي جواب. طبعا احنا على مقام بيات ري، مثل ما بنعرف الري مي نص بيمول، فا صول لا سي نص بيمول في الصعود، دو وري، ونرجع دو سي بيمول لا صول فا مي نص بيمول وري. اذا هو عادة بيبدأ بموال، يعني ما في لها مقدمة، وأحيانا بيحطوا لها مقدمة، ولكن احنا راح نبدأ دوري بالغناء. إذن ابعت لي جواب 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 وطمني. كيف راح نعزف هذه الجملة؟ صول فا فا مي مي ري ري مي فا صول فا صول مي ري صول مي فا ري مي دو ري. هذه لازمة. إذن ابعت لي جواب 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 وطمني، لازمة صول مي فا ري مي دو ري. رد بعيدها مرة تانية. ولو إنه عتاب 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 لا تحرمني، صول مي فا ري مي دو ري. نفس الشيء، هلأ بيغير شوي. ابعت لي جواب دو ري مي فا صول، ابعت لي جواب سي دو ري مي فا، ابعت لي جواب 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 وطمني. إذن كيف رح نعزف الجملة اللي بعدنا؟ إذن ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب 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 وطمني. إذا صول فا فا مي مي ري صول، لازمة دو ري مي فا صول، صول فا فا مي مي ري فا سي دو ري مي فا، صول فا فا مي مي ري صول ري صول ري صول ري صول فا فا مي مي ري فا سي دو ري مي فا صول فا فا مي مي ري 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 مي ري مي فا صول فا صول مي ري. ترجع اللازمة هي صول مي فا ري مي دو ري لا. تسليمة فقط، تسليمة. غيابك طال وبستنى وقلبك مال تتهنى، لا 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 صول فا صول لا صول ري فا صول لا بيمول فا مي فا مي ري صول مي فا ري مي دو ري. إذن غيابك طال وبستنى وقلبك مال تتهنى. هم بيسلموا على عجم سي بيمول، صرنا عجم سي بيمول. كيف يعني عجم سي بيمول؟ عجم سي بيمول عنا مي بيمول، وعنا سي بيمول ومي بيمول فقط. إذن سي لا صول فا مي ري دو سي، والعكس سي دو ري مي فا صول لا سي.
إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ما رأيتني. سي سي فا سي لا سي دو سي لا 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 ري لا 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 سي لا صن. إذن إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ما رأيتني. هلا كمان بغير المقام. إن كنت هويت ونسيتني رست صول. إذن صول قرار لا سي نص بمول دو ري مي بكار فانوس ديز صول نرجع طاب بكار. إذن وإن كنت هويت ونسيتني دو سي سي لا لا صون صون صول فا لا صون نفس الشيء. وعليا جانيت ما رأيتني دو سي سي لا لا صون صون صول فا لا صون. إن كنت هويت ونسيتني وعليا جانيت ما رأيتني ابعت لي جواب. هون نرجع على سي بمول. ابعت لي جواب ابعت لي جواب سي 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 لا لا صول سي 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 لا لا صول صول فا لا. ابعت لي جواب 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 وطمني. إذن ابعت لي جواب سي سي لا لا صول صول فا لا صول صول فا فا مي صول فا فا مي مي ري ري صول فا صول مي ري. بيرجع عاد ابعت لي بيرجع من هون جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب 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 وطمني. في عنا المقطع الأخير وهذا رح نخليه إلى الدرس القادم لأنه طويل ويحتاج شوية تركيز. أتمنى منكم اللي بتعجبوا المادة طبعا يعمل لايك أو يشترك بالقناة إذا مش مشترك، ونتمنى منكم التمرين قدر الإمكان لأنه المقطوعة تحتاج تمرين وهذا راح يفيدنا أكيد كتير. وإذا بيخطر بالكم شيء فيكم تكتبوه وتعلقوا على هذا الموضوع حتى لو سلبا طبعا نقبل، وإحنا أكيد راح نتعلم مع بعض وإحنا كلنا عم نتعلم. هي المقطوعة صعبة بعرف ولكن لازم نحفظها لأنه فيها دروس كتير وفينا نتجاوز عثرات كبيرة. وشكرا لكم وإلى اللقاء.